يسلم فمك يا فيصل وتسلم ايديهم. هي كنت عايز اعمل لهم ممر شرفي، لانه على مدى البطوله كلها مش كنا فرحانين، راسنا كانت في السماء. وانا ما املكش غير الزملاء اللي موجودين هنا غير ان احنا بس يعني نسقف لهم، ده اقل واجب واقل تقدير للناس المحترمه الجميله. شاكرين زملائي الاعزاء، مهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكره اليد، مساء الفل والجمال ومنورنا ومشرفنا. اهلا بيك يا كابتن شوبير، سعداء بالوجود معاك. واحنا فرحانين جدا بيك. الحمد لله، الحمد لله ان احنا دايما بنبسط الشعب المصري. كره اليد دايما طبعًا مصدر طبعًا سعاده للمصريين. اقول لك روبرتو ولا جارسيا ولا باروندو؟ كومو كيراس. لما تفضل حضرتك انت تفضل ايه؟ احنا نقول لك جراسياس ولا اسمها ايه؟ جارسيا. جارسيا ها؟ لا لا از ديف نويز لو ميزمو غارسيا. شكرا جراسيا. شكرا بالاسباني. جراسيا. جراسياس. جراسياس. شكرا جراسيا. ولكن شكرا يعني بالاسباني مولتو جراسياس صح كده؟